كابتن أسامة، زي ما قال الكابتن شريف التعادل سلبي ولكن مازال المشوار طويل، ولكن افتقدنا النهارده نقطتين او فقدنا نقطتين. يعني خسارة طبعا ما فيش شك في كده، خاصة بعد تعادل نادي الزمالك المنافس، لكن وارد في كرة القدم. في حاجات وقعنا فيها بعض الأخطاء، أتمنى طبعا مستر كولر أكيد ياخد باله منها ويعالجها. يعني الماتشات اللي فاتت كنا بنقول الفرص الضائعة وعدم استغلال الفرص، النهارده تقريبا طوال المباراة ما تحسش إن في فرص خطيرة على الهاني سليمان، يعني محدودة. ده بسبب طريقة لعب سموحة، الشق الدفاعي اللي مبالغ فيه قوي زيادة عن الحد، ولا؟ لا أبدا، بالعكس يعني ما يعني الناس كانت بتلعب بشكل دفاعي، بس كانوا بيهاجموا برضو، مش واقفين طول الوقت في الخط الخلفي، لكن احنا كنا مستعجلين قوي، مستعجلين جدا، وانا قلت الكلام ده في الشوط الاولاني. الشوط الثاني يعني حصل سيطره ووقوف على الكره شويه لما نزل قفشه ونزل حسين الشحات، ولكن الخطوره برضو فضلت مش كبيره على خط ظهر فرقه سموحه او على الهاني سليمان. يعني في لعيبه تجري كتير بتحاول تأدي، ولكن في استعجال قوي، في استعجال قوي. خلي بالك انت في ماتشات انت الريتم بتاعك اللي هو ايقاع اللعب يعني، وده بتشوفه في فرق زي البرازيل، زي الارجنتين، زي فرق امريكا الجنوبيه تحديدا يعني اكتر حتى من الكره الاوروبيه، ممكن بينزل الريتم قوي، بس التسليم والتسلم في الكوره ثم في لحظه بيعمل فيها مفاجأة بتمريرة بينية أو تسديدة أو كده. أنت طوال المباراة من أولها الريتم إيقاعه سريع جدا، بس في صربعة كبيرة جدا واستعجال كتير جدا، فتحس إن الأمور ما فيهاش تركيز، يعني تركيزنا أقل شوية يعني في عن مباريات أخرى سابقة، عشان كده الفرص كانت يعني لو عدتها محدودة جدا طوال المباراة على الهاني سليمان. في محاولات، في جري كتير، ولكن نتمنى الحاجات دي إن شاء الله تتعالج الفترة الجاية. التغييرات برضو أحيانا بتيجي متأخرة شوية، يعني بنقول قفشة من بدري نزل في الدقيقة 62، حسين الشحات كان من بدري شوية نزل، كان ناقص حوالي ربع ساعة. رأفت خليل لعيب واعد ولعيب ان شاء الله مع الوقت يبقى ليه مستقبل، ولكن برضه نزل في ظروف الفرقه فيها صعبه والحاله مش فايقه، كان بيلعب في الجنب الشمال، يعني ان شاء الله هيبقى مستقبل للنادي الاهلي، ولكن هو نزل في ظروف صعبه النهارده فما قدرش برضه يعمل حاجه كبيره. ايضا حسين الشحات وحسام نزلوا وقت متاخر شويه، لكن حسين الشحات تحس من ساعه نزوله الجبهه اليمين بقت فيها حركه وفيها محاولات وفيها بعض الكرات العرضيه وفي تسديده، يمكن لو كانت الكره زي ما بنقول لبست معاه كانت ممكن تروح هدف او تبقى فيها خطوره كبيره على مرمى الهاني سليمان. ففي بعض الاخطاء ان شاء الله مستر كولر يعالجها، لكن كمسيرة دوري عاملة ده وارد في الكورة، والدوري طويل والمنافس لسه متعدل الماتش اللي قبلينا، حتى الفرق القريبة مننا بيراميدز خسر الماتش اللي فات، يعني ده وارد في كرة القدم أنا أقصد، لكن إن شاء الله الجاي يبقى أفضل يعني.